بسم الله الرحمن الرحيم، احنا هنبدأ محاضرتنا يا ولادي التانية. هي مش بنفس الترتيب، معلش انا قلت بس يعني هعمل شوية حاجة كده، بس دي مش بالترتيب. المهم ان احنا دلوقتي محاضرة اسمها الدايركتنج. الدايركتنج دي محاضرة جميلة قوي وهتحبوها قوي. الدايركتنج معناها ايه؟ ان انا برشد، ان انا بوجه. يعني لما انتوا ما تذاكروش، مين بيجي يقول لكم لا تعالوا ذاكروا؟ مين فاهمين؟ مين اللي بيجي يوجهكم الصح كذا والغلط كذا؟ انا الاداره بقى هنا في المانجمنت بروسيس بتاعتنا. هنا محاضره الدايركتنج معناها مين اللي ليه الحق يوجهني اعمل الصح، مين اللي ليه صوت ان انا اعمل كذا. زي ما انتم شايفين الصوره قدامكم كده يا ولاد، الاحمر الكبير ده هو اللي بيوجه الناس تمشي يمين ولا تمشي شمال. خلاص الاوت لاينز بتاعتنا، احنا هنعرف يعني ايه دايركتنج، هنعرف الامبورتنس اوف دايركتنج فانكشن، هنعرف الاليمنتس اوف دايركتنج. بعد اول حاجه يعني ايه الديفينيشنز اوف دايركتنج. الديفينيشن اوف دايركتنج عباره عن ايه؟ ان هي كونسرنيد ويز انستراكتنج وجايدنج سوبرفايزنج اند انسبايرنج البيبل. يعني دي بتهتم بالتوجيه والارشاد والتوجيه والاشراف للناس والهام الناس كمان. اون ذا اورجانيزيشنال تو اتشيف اتس اوبجكتيف. يعني انا برشد الناس، بوجههم، بشرف عليهم، بألهمهم عشان في الاخر احقق اهدافي كمؤسسه او كمنظمه شغاله فيها. اتس ا بروسيس اوف تيلينج بيبول، يعني هي عباره عن عمليه ان انا بقول للناس وات تو دو، المفروض تعملوا ايه، اند سينج ذات زي دو ات ان ذا بيست بوسيبل مانر. ازاي هتعملوا ايه اللي المفروض تعملوه وازاي تعملوه بافضل طريقه ممكنه. يبقى ده الديفينيشن اوف دايركتنج. يبقى الديفينيشن اوف دايركتنج هي عباره عن طريقه بوجه بيها، برشد بيها ناس، بشرف عليهم، بديهم الهام. كل ده كله بوجه للمنظمه. زي مثلا انتوا عندكم المدير في المدرسه عندكم او مدير في المعهد عندكم دايما بتدايركت يو، بتوجهكم، بترشدكم، بتشرفكم وبتشرف عليكم في الاخر عشان تحقق هدفها اللي هو تطلع طالب تمريض شاطر. يبقى طالب التمريض شاطر عندي خلاص. وكمان بتقول لكم تعملوا ايه، دايما بتوجهكم حتى لو بطريقه عنيفه شويه، بس بتوجهكم اعملوا كذا، ذاكروا كذا خلاص. وكمان بتقول لكم المفروض تعملوا ايه. يبقى ده البرنسبلز اوف دايركتنج او اساسيات الارشاد. اول حاجه تيلينج البيبل وات از تو بي دون اند اكسبلينينج تو ذيم هاو تو دو ات. يعني انا هقول للناس المفروض يعملوا ايه ويعملوا ازاي. يعني لما اجي اقول لك ايه، اقول للطالبه فيكو يا فلانه انت عايزاكي تطلعي الاولى، ده هدف. هقول لها تعملي ايه، المفروض تعملي ايه، وات تو بي دون يعني المفروض تذاكري، اند اكسبلينينج ذيم هاو تو دو ازاي تذاكري بقى. لا ركزي في مذاكرتك، احفظي اول باول، ذاكري ورا الدكتور اول باول. يبقى ده اول برينسيبال او اول فانكشن. تاني حاجه ايشونج انستراكشن اند اوردر تو سب اوردينيت تو كاري اوت ذير اساينمنت از سكيدول. يعني انا ليها علاقه بموضوع الانستراكشن او التعليمات اللي بديها من السب اوردينيت تو سب اوردينيت للموظفين اللي تحت مني او الناس اللي شغاله معايا عشان ينفذوا تعليماتهم. زي مثلا ما اقول لهم ايه الجدول تعمله ازاي، مين اللي هياخد اجازه، مين ما ياخدش اجازه. بعد كده سوبرفايزنج او سوبرفايزنج ذير اكتيفيتي، يعني بشرف على الانشطه بتاعتهم المفروض يعملوا ايه، ايه هي الاكتيفيتي او ايه هي الانشطه اللي مطلوبه منهم عشان يعملوها. الدايركتنج فانكشن انفولف ايه بقى؟ اول حاجه انسبايرنج ذيم تو ميت ذا مانجر اكسبكتيشن and contribute toward the achievement of organizational objective. يعني معنى كده ان انا بحاول الهم الناس اللي معايا او الموظفين اللي معايا او المفروض يعملوا ايه علشان في الاخر نوصل او احقق الاهداف بتاعتي، اهداف المؤسسه بتاعتي. زي ما انتم شايفين مفيش محاضره في الاداره من اول ما بدانا الاداره الا ما قلنا فيها organizational objective. يبقى المفروض الكلمه دي تتحط كده في دماغنا تحتها مليون خط احمر. لما اجي اقول لك planning انا بعمل بلان عشان احط objective. انا لما اجي اعمل مثلا
تايم مانجمنت، بعمل تايم مانجمنت عشان في الاخر اوصل للهدف بتاعي. لما اجي اعمل اورجنايزنج بنظم الناس عشان اعمل الهدف بتاعي. الدايركتنج هنا انا بوجه الناس تجاه الهدف بتاعي. لما الاقي طالبه بدات تتعوج شويه كده في المذاكره اقول لها اوعي اقفي ذاكري، ده يعتبر دايركتنج. بعد كده بروفايدنج ليدرشيب، يعني بمدهم بالقياده، مين اللي المفروض يبقى او مين اللي عنده فرصه ان هو يبقى قائد على الناس دي. الامبورتنس بقى او الاهميه بتاعته، خلاص اول حاجه او الدايركتنج الدايركتنج از يوسفول از او مفيد في ايه او بينبهني في ايه. انا هقول لكم مثال. تخيلوا انتوا لو الطالبه فيكم بدات ما تذاكرش وبدات ما تهتمش بدروسها وما لقيتش حد يقول لها يوجهها يقول لها ذاكري، خلاص لو ما لقيتش مديره المدرسه تشد عليها لا خدي بالك ذاكري، لو ما لقيتش الدكتوره بتاعتها كل محاضره بتسال او مطنشاها، لو ما لقيتش الدكتوره قالت ايه المحاضره الجايه في امتحان، هتعملوا ايه؟ هتوصلوا لهدفكم؟ لا. يبقى المفروض الدايركتنج عندي ليه اهميه. ايه هي؟ اول حاجه it guides and helps subordinate to complete the given task properly and be as per schedule. يعني هو بيشجع او بيرشد الناس اللي شغالين معايا ان هم ينجزوا المهام اللي مطلوبه منهم. زي ما بفضل اقول لكم ذاكروا انجزوا خلصوا المحاضره الجايه في امتحان، مش ده بيخليكم تخلصوا المحاضره وتذاكروا المحاضره اول باول؟ طيب الثانيه او النقطه الثانيه it provides the necessary motivation to subordinate to complete the work satisfactorily and strive to do the best. يعني هي بتمد بقى التحفيز اللازم للناس اللي شغالين معايا عشان يكمل يشتغلوا وهم راضيين عن نفسهم خلاص ويعملوا يعني احسن ما عندهم. يعني تخيلوا مثلا لو انا ما اتكتش عليكم في في الامتحانات واللي هو الدكتوره شيماء كل شويه بتسال وانا اقول لكم خدوا بالكم ان المره الجايه ممكن اسال ومديره المدرسه تقول لكم خدوا بالكم الدكتوره شيماء ممكن تعمل كذا او انا هعمل امتحان شهري، ده هيخليكم تعملوا حاجه؟ لا، ده هيخليكم تناموا خالص. لكن احنا عشان بنعمل خدوا بالكم ذاكروا انا هسال المحاضره الجايه انا مش عارفه ايه انا هعمل ايه، فده دايما بيخليكم بيحفزكم ان انتوا تعملوا احسن ما عندكم. لما دكتوره عشان ما دكتوره شيماء ما تهزقناش ما تقولناش كلمه ما تزعلنا، لا بناقص منها، ده انا اعمل احسن ما عندي عشان اذاكر. نفس القصه في المستشفى، انا اقول للناس خدوا بالكم ان اوجههم للصح المفروض تعملوا ايه. It help maintaining discipline and rewarding. كمان بيساعد المدير انه يحافظ على حتة التأديب، مش التأديب بس، ده كمان الريورد اللي هو ان انا بديكي تحفيز. يعني يا دكتورة يعني لما انا اكون عاملة لكم دايركشن خدوا بالكم ان انتوا عندكم امتحان الاسبوع الجاي واللي هتجيب الدرجة النهائية فيه هديها حاجة مثلا هديها وليكن عاملها حاجه مثلا او هديها شهاده تقدير هديها فلوس. انا عارفه ان دي اكتر حاجه بتحفزكم يعني خلاص ان انا هعمل لكم ديسيبلين او ريورد. ديسيبلين اللي مش هتجيب الدرجه اللي انا عايزاها مش هتعرف اللي هيحصل لها، ملهاش عندي اعمال سنه. يبقى ايه دلوقتي ايه السلطتي اللي خلتني اعملك ديسيبلين اخليك اقدرك او اعملك مكافاه اللي هو الدايركتنج. انا قلت لكم اللي هتذاكر هعمل لها كذا واللي مش هتذاكر مش هعمل لها كذا. يبقى دي تالت نقطه في الدايركتنج ان هي مفيده في الامبورتنس. برضك لسه شغالين في الامبورتنس اللي هي انفولف السوبرفيجن which is essentially to make sure that the work is performed according to the order and the instruction. كمان اللي هي بقى الناس اللي بيتقودني السوبرفايزرز بتوعي او السوبرفيجن بتوعي اللي هو بيبقى مهم جدا ان هم يتاكدوا ان هم شغالين على اساس الاوردر اللي جاي لهم او الاوامر اللي جايه لها. يعني انا المستشفى عندي مدياني اوردر بحاجه معينه قايله لي خد بالك مثلا ان انا مثلا هقول لكم مثال. انا اداره المستشفى قايله لرئيس او مديره الرعايه او هيد نيرس في الرعايه خدي بالك يا مس ان انت المفروض يبقى عندك كل شيفت على الاقل 6 في الشيفت. هي مديها دايركشن، يبقى هي المفروض كسوبرفايزر على الناس او كمانجر على الناس دايما تمشي على الانستراكشن دي او على التعليمات دي. بعد كده it helps to integrate the various activity and individual goal with the organizational goal. يعني دايما بتحاول تربط او بتخلي الفرد
يعمل الاكتيفيتي خلاص، واهدافه الشخصيه للاهداف بتاعه المؤسسه. يعني ايه؟ يعني مثلا هقول لكم مثال، انا لو انتوا في المدرسه والميس قايله لكم ان انا بعمل لكم امتحان شهري، واللي مش هتجيب الدرجات الكويسه في كل شهر انا هعمل لها فصل، فصل مثلا 3 4 ايام وليكن خلاص. فانتوا بالتالي هتحاولوا تعملوا اب جهد عن جهدكم او الانشطه بتاعتكم، وتربطوا اهدافكم بهدف المؤسسه او بهدف المكان اللي انت فيه. لا ده انا لازم اذاكر عشان ما يحصليش فصل، او ما يحصليش بتاع دوت يعني استدعاء ولا امر والكلام ده. بعد كده involve leadership that essentially help in creating appropriate work environment and build up team. يعني بيساعد او بيدخل معاه حته القياده شويه، that essentially help in creating appropriate work. دي اللي بتخلي ال environment بتاعت او بيئه العمل عندي تبقى كويسه، الناس تقدر تشتغل، كل واحد عارف هو بيشتغل ازاي، بحيث ان انا في الاخر هوصل للهدف بتاعي او هدف المؤسسه. انا كليدر هدايركت الناس اللي معايا ازاي، هشغلهم ازاي. خلاص زي ما انتم شايفين يا اولاد، شايفين الراجل اللي لابس احمر ده، شايفين الراجل اللي لابس احمر ده، دايركت الناس دي كلها يشتغلوا ازاي، يعملوا ايه. انت هتمشي يمين كده، لا انت هتمشي كده، انت هتروح كده، كلنا ماشيين، كل ده كله ماشيين في نفس الواي اللي هم في الاخر يوصلوا للاورجنايزيشنال اوبجكتيف بتاعتهم او الاورجنايزيشنال جول. ايه هي دي؟ عندي اوف دايركتنج كوميونيكيشن، التواصل. انا لو ما عنديش تواصل كويس مش هقدر اعمل، مش هقدر اعمل دايركتنج كويس. سوبرفيجن اللي هو القياده، لما انا اعمل سوبرفايز يو انا هديك دايركت على اساس ايه وانا مش بعمل سوبرفيجن. سوبرفيجن موتيفيشن اللي هو حته التحفيز، انا هعمل لك دايركتنج ازاي وانا مش بحفزك اصلا او مش بحفزك اصلا. الليدرشيب القياده، ار فور اسينشال اليمنتس اوف دايركتنج. يعني كل الاليمنتس دي لو جالكوا في الامتحان ايه هي الاليمنتس اوف دايركتنج هتكتبوا الاربع نقط دول. خلاص لو سمحتوا دي ان انتوا تحلوها الاسئله دي، انتوا تحلوها كويس، لان الاسئله دي جميله في المحاضره، حلوه. الاكتيفيتي دي برضو حلوه، حلوها ويا ريت تبعتوا لي البنوته اللي انتوا كلكم بتحبوها. اتمنى تكون المحاضره سهله، المحاضره دي جميله لذيذه وسهله وحلوه، يعني اتمنى ان هي تكون سهله عليكم كلكم. اتمنى ان يكون يعني ربنا يقدرنا على اللي احنا بنعمله. بالتوفيق لكم يا بنات كلكم ويا اولادي كلكم ان شاء الله.